أما الذي يقول ذنوبي لا تعد ولا تحصى عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ولعله عابد فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد معهم. عالم أمره أن يدع بيئته التي يعصي الله فيها. البيئة أخطر شيء على المؤمن، إن عاش في بيئة أهل الشرك وفي بيئة أهل الكفر وفي بيئة العصاة وفي بيئة الفجار وفي بيئة المتفلتين وفي بيئة المستخفين سيسحبونه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا العالم أمره أن يتحول عن الأرض التي عصى الله فيها إلى أرض يعبد الله فيها، وهذا مفهوم الهجرة في الإسلام، أن تتحول من بلد لا تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها إلى بلد بإمكانك أن تقيم شعائر الله فيها. أيها الإخوة، فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الصحيح يملأ نفس المذنب ثقة بأن الله يغفر له. العبرة أن تكون واثقا من أن الله ينتظر توبتك، بل إن الله يريد أن يتوب عليك، بل إن الله يحبك إذا تبت، إنه يحب التائبين. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين فعلوا السيئات إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة يبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من معاني هذه الآية تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة. كان بخيلا فصار كريما، كان متفلتا فصار منضبطا، كان وقحا فصار حييا، كان جبانا فصار شجاعا، كان جاحدا فصار منصفا. من معاني هذه الآية أن الله يبدل سيئاتهم حسنات. وقد ورد عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هرم قد سقط حاجباه عن عينيه وهو يدعم على عصا، حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، أي لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، وأنه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم أي أهلكتهم، فهل له من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. أيها الإخوة،
التوبة في حقيقتها عمل بالقلب وعمل بالجوارح، فأما عمل القلب هو الندم والعزم على عدم العودة، وأما عمل الجوارح تكون بفعل الحسنات وترك السيئات. وهناك ما يسمى بصلاة التوبة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذا في صحيح الترغيب والترهيب، يؤكده قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد روايات أخرى لهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين لا يسهو فيهما ولا يحدث فيهما نفسه، يحسن فيهن الذكر والخشوع، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونسمي هاتين الركعتين صلاة الاستغفار. رحمة الله واسعة، الله عز وجل ينتظرنا أن نتوب إليه ويفرح بنا إذا تبنا إليه، ولله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر حينما أحس بخطئه في مناقشته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ماذا قال؟ قال: فعملت لذلك أعمالا صالحة لتكفير الذنب. معنى ذلك إذا شعرت أنك أذنبت وأنك تبت من هذا الذنب، إن أردت أن تلقى إلى الله فلا بد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك. فلذلك: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة الكرام، إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.